أخيرا يقول هذا السائل: ما حكم من ظهر عليه الصباح في يوم رمضان وهو جنب؟ نعم. ماذا يلزمه؟ لا بأس بذلك، إذا طلع الصباح وهو جنب لم يغتسل فإنه يصوم ثم يغتسل بعد ذلك، وهذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدركه الصباح وهو جنب عن جماع، ثم يصوم عليه الصلاة والسلام وهو جنب، ثم يغتسل ويصلي الفجر. نعم.